بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو اللي كلام نتبادل فيه بعض الأفكار. الحقيقة كلام لازم نقوله قبل الامتحانات لطمأنة أبنائنا التلاميذ، طمأنة أخواتنا الأمهات، وأيضا لإعطاء الامتحانات قيمتها الحقيقية. الامتحانات مثل ما أقول وأكرر دوما، ما هي إلا مرحلة تقييمية، يعني الإنسان التلميذ راح يجتازها بنقيمه، هذا هي يفترض هذه هي قيمة الامتحانات. لكن احنا في الحقيقة في مجتمعنا كأفراد وكمؤسسات تربوية أعطينا الامتحانات أكثر من حقها. كما ذكرت سابقا، يعني بعض الدول متقدمة جدا في التعليم لا توجد امتحانات أصلا، لأنهم هم الهدف بالنسبة لهم هو التعليم وليس التقييم، أن نعلم الطفل، أنه نمد للطفل أكبر قيمة ممكنة من المعلومات والعلم وليس تقييم الطفل. لكن قبل أن نتحدث عن هذا أخواتي، عندي قصة رائعة جدا ربما الكثير منكم قراها لأنها منتشرة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا حبيت هذه القصة. وحتى وإن كانت يعني الكثير فيها يمكن أن لا تكون حقيقية، لكن أنا مؤمنة بكل كلمة فيها صراحة. هذه القصة يرويها طالب في الدراسات العليا، يروي عن تلميذ، لنسمي مثلا التلميذ هذا سامي مثلا. يقول أنه جاءت أستاذة اللغة في يوم من الأيام جديدة، راحت الأستاذة القديمة وجاءت أستاذة جديدة، فإذا بها تطرح الأسئلة، ثم طرحت سؤال على سامي. بمجرد ما طرحت عليه السؤال القسم انفجر ضاحكا، فعرفت أنها اتجهت للتلميذ الخاطئ. ومن بعد قالوا لها التلاميذ، قالوا لها معلمتي هذا أغبى أستاذ، هذا أغبى تلميذ رحتي له. وهو في نهاية الحصة هو أكيد حشم وأحرج وهبط راسه. في نهاية الحصة راحت ليه بذكائها كتبت له بيت شعري، قالت له غدوة تجي حافظه. في الغد في حصتها وهي تطرح الأسئلة ذكرت ذلك البيت الشعري، ثم قالت من يعيده من يحفظه؟ تردد سامي ثم رفع يده وحافظه. وش صدمة، صدمة كبيرة أصيب بها التلاميذ، يعني لأول مرة يجيب إجابة صحيحة. فقالت له أحسنت وأثنت عليه وقالت هو الوحيد الذي يحفظها. في الغد وبعدها بأيام أصبحت تكرر معه هذه النقطة، يعني كل مرة تمد له إجابة والله تلمح له بتحضير درس معين، وكل مرة تثني عليه. بدأت نظرة الآخرين له تتغير، وبدأت هو أيضا نظرته لنفسه تتغير. بدأ يعرف أنه مش غبي كما كانت تنعته الأستاذة السابقة، والله كما كانوا ينعتوه زملائه، والله كما كان هو مصدق على نفسه راهو تلميذ عادي، بمجرد ما يقرأ ويحضر يولي زي الآخرين، بالعكس ولا متميز في وسط زملائه، وأصبح يعمل على هذا الأساس. في السابق كان يعمل على أساس أنه غبي، الآن لا، أصبح يعمل على أساس أنه ماذا؟ أنه مجتهد، وأنه لازم يشارك ولازم زملائه يثنوا عليه. ومرت الأيام والأسابيع وأصبح يحصل على المراتب الأولى. لاحظوا أخواتي، كلمة موقف دارته المعلمة مع هذا التلميذ غير ماذا؟ غير مسار حياته. كان بالإمكان أنه التلميذ هذا يبقى غبي طول عمره وما يمشيش ما يكملش في المشوار الدراسي، لكن لا، هي بذكائها وبحسن تعاملها عملت هذا الموقف البسيط وهذه الكلمة البسيطة اللي أثنت بها على التلميذ، فصدق بداخل نفسه أنه هو هذا التلميذ الجديد، وبدأ يعمل على أساس أنه هذا التلميذ الجديد. هذا سامي وشكون هو أخواتي؟ هذا سامي هو نفسه طالب بالدراسات العليا اللي نشر هذه الرسالة وهذه القصة. وعليه نشرها ليشكر هذه المعلمة ويقول لها هاكي بفضل الموقف تاعك، بفضل كلماتك، هاكي وين وصلتيني. إذا أخواتي، الكلمة عندها قيمة كبيرة في نفوس أطفالنا.
كبيرة جدا. لو قلت الطفل هذا غبي راح يعمل على أساس أنه غبي، يسمحها منك ويسمحها من الزملاء ويسمحها من المعلمة راح يستمر غبي. لكن لو قلت لابن أحسنت أنت تتحسن حتى وإن كنت شايفة قدرات ابني، لأنه الحقيقة والواقع والعلم يقول أنه فيه قدرات، كاينين تلاميذ عندهم قدرات أكثر من تلاميذ آخرين، مانيش كامل سواسية في القدرات، لكن مهما يكون مستوى ابني نقول له راك قاعد تتحسن. مثلا كان ضعيف راح يولي لي متوسط، كان متوسط راح يولي حسن، وكان حسن راح يولي جيد بفضل الكلمات، أيضا بفضل الكلمات المدمرة القاتلة المسيئة السلبية. قادر يكون حسن نرجعه أنا متوسط، وقادر يكون متوسط نرجعه ضعيف، وقادر يكون متوسط نكرهه في القراية ببساطة شديدة. أخواتي راح نضرب لكم أبسط مثال، أبسط مثال عفوا. مثلا أنت في الدار تعبتي، قمتي بالدار نقيتي نظفتي، جا زوجك يقول لك بارك الله فيك باينة تعبتي وباينة خدمتي و و و، تحسي بالتعب هذاك كل راح وتبداي من جديد. لكن مثلا يدخل زوجك يقول لك حركتي لي اشيائي ولا تحركي لي في اشيائي وكذا، تحسي الجبال على ظهرك والتعب زاد تعبا. هذا موقف بسيط ويصرنا احنا كبار، فما بالكم بمواقف تتكرر مع ابنائنا بشكل يومي، نسمعوهم كلمات سلبيه، والكلمات السلبيه دي مش يسمعوها منا فقط، يسمعوها منا ومن المعلمه حتى تدخل العقل اللاواعي. وحنا قلنا انه العقل اللاواعي هو كالاله يبرمج، كيما تبرمجيه توجديه، ومنه تبدا السلوكيات. نقول ابني انت ذكي راح يعمل لي على اساس انه ذكي، نقول له انت متميز راح يعمل اساس انه متميز، نقول له انت رائع راح يعمل على اساس انه رائع، نقول له ضعيف راح يعمل على اساس انه ضعيف. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا ووصلتكم معنى هذه القصة. لذلك أخواتي أعيد وأقول، الامتحانات ما هي إلا مرحلة تقييمية للتلميذ، وهي فعلا هي تقيم مستوى التلميذ، لكن ليس بالمئة بالمئة. كاينين تلاميذ اللي عندهم قدرات في الامتحان ما يحبش يعمل. احنا كامل كأمهات نحبوا نشوفوا أبنائنا يحصلوا على أفضل النقاط و و و، لكن فرضا انه ابني هذا ما خدمش، معليش. فرضا انه كاين درس استصعبه الطفل، معليش، مانيش راح نقتل ابني على جال درس مش فاهمه، والله مثلا على جال ماده استصعبها. نشوف المواد اللي راه، نعم نحاول اني نحسن في هذيك الماده ما نستسلمش، لكن مش نبقى مركزت له غير اك ماكش فاهم، لا، نقول له راك فاهم مواد الاخرين وإن شاء الله تزيد تفهم، ابذل جهدك باش تفهم المادة هذه أيضا. وهكذا أخواتي راح نكونوا أمهات إيجابيات، ونقوم بدورنا الأساسي اللي هو الأمومة وبعد التعليم. أنا أم أعطي ابني ما يحتاجه من عاطفة من حب من مشاعر، أحتوي ابني ثم يأتي التعليم. ما نساوش أخواتي أننا أمهات، لأنه في خضم هذه الحياة ومع المشوار الدراسي ومع هذا المنهاج الصعب، كثيرا ما ننسى أننا أمهات، كثيرا ما ننسى هذه النقطة المهمة اللي هي أساسية في حياة أبنائنا، أني أنا الأم الذي أحتوي ابني بواه أحتويه بالحب والمودة والرحمة والعطف وكل مشاعر الحنان اللي تملكها الأم. أخواتي بهذه الكلمات الطيبة أحبكن في الله، نلتقي في فيديوهات أخرى وإن شاء الله في نماذج أخرى، نقول لكم في أمان الله.